السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في فيديو جديد من فيديوهاتنا. إن شاء الله في الفيديو هذا إن شاء الله راح نتكلم عن بلوككم الجديد. قبل أدخل في الموضوع نقول الحمد لله على السلامة، خلصتوا بلوككم Growth and Development، وإن شاء الله تكون حصلتوا فيه علم ودرجات بإذن الله يا رب. ثاني نقطة أبي أتكلم فيها، صراحة حبيت أعتذر معليش في البلوك هذا، تأخرنا شوي. غير التأخير معليش شكلي حوس شوي، معليش تونا فترة امتحانات وجايين نصور فترة امتحانات، يعني تونا قاضين أوسبي، فاعذرونا الشكل ما يفتح النفس، ولكن تحملوا شوي. طيب بالنسبة إن شاء الله البلوك إن شاء الله راح تبدون فيه اللي هو بلوك اسمه Principle of Diseases، من اسمه أساسيات علم الأمراض. زي ما قلنا بلوك هذا Principle of Diseases. قبل أدخل في الموضوع وزبدة البلوك هذا، في كم نقطة صراحة ودي أركز عليهم. من اسمه Principle of Diseases، أساسيات الطب. أول شيء، ليش إحنا ندرس طب؟ ليش أنا الحين جالس أدرس طب؟ الطب عبارة عن إيش؟ طيب عبارة عن إيش غير أمراض؟ بلوك هذا يا عيال Principle of Diseases من أهم بلوكات اللي في حياة طالب الطب. الطالب الطب لازم يضبط البلوك هذا عيال، يعني ضبط بشكل مرة كبير. في البلوك هذا يا شباب أنا أنصح ودايم كثير ما أكرر للطلاب، البلوك هذا لازم 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 تركز على الفهم، ركز على فهم أكثر من الحفظ. يعني مثلا في بلوك اللي فاته Growth and Development ما أطريت لكم أبد، قلت لك افهم مثلا كيف يطلع الطفل من وين وكذا. لا، بلوك هذا يا شباب افهم أكثر من الحفظ، افهم، لأن بلوك هذا راح يأسسك كطبيب بعدين، يأسس كل مرحلة دراسك للطب بعدين. فيا شباب ركزوا على الفهم واقروا، اقر، خليك شغوف في القراءة، اقرا من كل مكان، روح اشيل الكتاب، اترك سالفة محاضرة تاخذ محاضرة الدكاترة، وروح تاخذ الزبدة ويجيك دكتور يعدل لك كل شيء مهم، خاصة الدكاترة المصريين عندنا يعطيك كل شيء ومزبد لك كل موضوع، اترك هذه، هذه خليها ايام امتحانات. فترة البلوك نفسه يا شباب غطوة من كتب، اقر من قد يعني قد ما تقدر اقر. وزيادة على كذا النقط، احيانا اذا في نقط يا عيال ما فهمتوهن روح اسال الدكاترة. احيانا يجيك مواضيع الدكتور مثلا جاء اعطاكم موضوع معين، لا تاخذ محاضرته، خاصه اذا حسيت ان الدكتور مزبد لك معطيك كل شيء ومعدد، اترك محاضرته وروح للدكتور مثلا كويس وتعرف، او روح لنفس الدكتور قل له دكتور هذا الكتاب معي وين القى الموضوع حقك. بالعكس يفرح اذا قلت له كذا. ترى صحيح انه ممكن تواجهون صعوبه في البدايه انك تبحث عن الموضوع وين، مثلا لما تاخذ مثلا التهابات الانفلاميشنز صعب احيانا وين تلقاه في الكتاب، احيانا بعض المواضيع زي ما قلت لكم صعب انكم تلقونه في الكتاب. خذ الكتاب وروح وديه للدكتور، حتى لو الدكتور نفسه اللي معطيك الموضوع، قل له دكتور الموضوع فلاني وين القاه في الكتاب، يوريك اياه، ترى يفرح، يفرح اذا شاف طالب جالس يقرا من الكتاب. هذا كل شيء ان شاء الله، هذه النصائح اللي صراحه ودي اكد عليهم قبل كنت ادخل في في البلوك هذا. انتم عرفتوا التخصصات الطبيه واخذتوهم بشكل عام. في البلوك هذا راح يركزون على ثلاث تخصصات بشكل يعني مره خاص، راح يركزون على ثلاث تخصصات طبيه. اول تخصص اللي هو من اسم البلوك Principle of Diseases، راح يركزون على الباثولوجي. في تخصص ثاني يمكن اول مره تركزون عليه ولكن يعتبر مهم وراح تركزون عليه في البلوك هذا كثير، اللي هو تخصص المايكروبيولوجي او علم الاحياء الدقيقه. بالنسبة للكتاب في البلوك هذا، هو في واحد كثير من الطلاب استعمله، هو بسيط ولغته بسيطة، اللي هو Levenkot، بسيط وينفع صراحة لمرحلتنا كطلاب. وفي اللي هو التخصص الثالث اللي كنت تركزون عليه، اللي هو تخصص الهيستولوجي، الكتاب نفس كل بلوك وأكد عليه بلوك هذا أيضا، اللي هو Wieters. طيب نجي الحين للزبدة، الباثولوجي. الباثولوجي في أربع كتب. الأصل أنه في كتابين هو اللي أغلب الطلاب راح تلقونه معه. كتاب اسمه ألف واثنين اسمهم كوتران وروبنز، والأصل دائما قالوا روبنز، مطلعين إصدارين. في إصدار اسمه بيسكس، البيسكس هذا بسيط وينفع للطلاب في المراحل الابتدائية اللي زي مرحلة حياتنا هذا، بسيط ولغته بسيطة ولحد ما يعطيك الخلاصة. هذه صورة كتاب اسمه Pathologic Basics of Diseases، زي ما قلت روبنز وكوتران. في كتاب ثاني نفسهم روبنز وكوتران ولكنه مفصل شوي، وأنا صراحة كواحد من الناس أنصح فيه. أنا من بداية من دخلت الطب أنا ما بستعمل الكتاب هذا، اسمه كتاب بيسس بدال بيسك بيسس، هذا هو Pathologic Basis of Diseases. كبير صحيح، ممكن يصل 300 صفحة، ولكنه كتاب مرة حلو، حلو تقرأ. زي ما قلت لكم في البلوك هذا نحاول انك تقرأ كل شيء عشان تفهم. غير الكتابين هذولي، فيها كتاب نفس روبنز اللي ألف الكتابين ذولي، طلع سوى كتاب لحاله سماه Essential Pathology، هذه صورته. مو بعيد على معلومات بالنسبة للكتب اللي قبل كده، ولكنه مقسمه تقسيمه حلو، تقسيماته حلوة وحلو الكتاب. وفي آخر كتاب يعني ممكن الدكاترة ممكن يقولوا لكم اللي هو اسمه روبنز، مو روبنز، اسمه روبنز، هذه صورته. هذه أربع كتب.
ممكن يعني ليش تقول اعطينا كتب مختلفة؟ ليش؟ لانه اختلاف لغات، ممكن انسان يعجبه لغة كتاب وما يعجبه لغة كتاب ثاني. اجين عيدهم على السريع، عندنا كوتران، عندنا روبنز وكوتران، هذول سواء كان البيسكس او كان البيسس، وعندنا الاسنشال باثولوجي وروبنز اوف باثولوجي. قبل اختم في اخر نقطة، زي ما قلت لكم في بلوك اللي راح نصحتكم دكتور اذا ما فهمتوا محاضرات ارجعوا له وخلوا يشرح لكم. في البلوك هذا الدكاترة زين شرحهم مرة ينفعهم، خاصة في الساعات المكتبية تروح يشرح لك في مكتبه. في دكتورين، دكتور غوث صحيح أنه ممكن محاضراته دسم وينسخ ويلصق ومحاضرات طويلة، ولكن كشرحه في المكتب من أفضل، أنا بالنسبة لي من أفضل الدكاترة شرحا، يشرح لك كذا خاصة، اللي هو غوث. وفي دكتور ثاني اللي هو مصطفى خضير. دكتورين صراحة يعني ما شاء الله لا تعليق عليهم يعني ما شاء الله. وكذا ان شاء الله اكون خلصت كل شيء عندي ان شاء الله في البلوك هذا، وارجو ان شاء الله تكونوا استفدتوا وجزاكم الله خير وشوفكم على خير. قبل اخلص زي ما قلت في الفيديو اللي راح، المدونه حقت دفعتنا موجوده فيها كل المحاضرات، محاضره مثلا الدكتور عيا ينزلها عندكم تجون تاخذونها عندنا، محاضره ما فهمتوها تعالوا خذوها من عندنا، موجود كل شيء في البلوك سواء كان المحاضرات نفسها او تسجيل المحاضرات. وكذا اكون خلص كل شيء عندي، وارجو ان شاء الله تكونوا استفدتوا وجزاكم الله خير، اشوفكم على خير، السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا بس ابي اضيف نقطه بسيطه بس بخصوص البلوك البرنسبل اوف ديزيز، ثالث بلوك السنه الاولى. البرنسبل اوف ديزيز مثل ما قال احمد قبل شوي انه هو علم الامراض، وان احنا لازم ندرس على الكتب، ولكن انا الان يعني خصوصا روبنز ندرس كتاب روبنز اول باول بالايام الاسابيع العاديه، ولكن اذا جيت اتكلم عن الاختبارات انا عندي باك جراوند قديما انه عن الاختبار البرنسبل اوف ديزيز والكتب هذولي عندي باك جراوند. بالايام الاختبارات النهائيه لازم اركز على المحاضرات، وانا انصح الحقيقه ان انصحكم انكم تركزون على محاضره الدكتور جمال، تحديدا محاضره الدكتور جمال ومحاضره الدكتور مصطفى، يعني وتكثرون من اسئلتهم، لان الدكتور يحب الطالب انه يجي لمه، ولكن بايام الاختبارات الطالب يركز على المحاضرات، هذا على اعتبار انه عنده باك جراوند من الكتب هذه. هذه نقطه. النقطه الثانيه بالاسبي، بالاسبي لا حد يدرس اللابات بخصوص، انا تكلامي انا على الباثولوجي لانه ابخص الكلام على الباثولوجي لانه كل البلوك هو عن باثولوجي. فباللابات الاخيره فاللابات العاديه هذه انا ما انصح الحقيقه انه اي واحد يركز عليها لانها بتاخذ وقت كثير، ولكن الريفيجن اللي نزل الدكتور جمال على الليرنينج هذا اعرفوه صح، وانا انصحكم انتم كدفعة انكم تتعاونون انكم تزينون ملخص الاسبي. اذا والله ما زينتم ملخص خذوا ملخصات الاعوام السابقة. الكلام هذا ينطبق على الباثولوجي وعلى الهستولوجي، ولكن اركز على الباثولوجي لان هو بلوك الباثولوجي من الاساس. اذا النقطتين اتكلم عنها عن الاندوف بلوك اكزامز، نركز على المحاضرات الدكتور جمال والدكتور مصطفى، مع انكم تسالون يعني حتى البنات المفروض لازم يسالون، يتصلون على الدكاتره وكل شيء، والكلام نفسه على العيال لازم يروحون لانه الدكاتره يحبون الشيء هذا. اما بالنسبه للاسبي ادرسوا الريفيجن حق الدكتور جمال وملخصاتنا، اعتقد ان هي وافيه وكافيه ان شاء الله لكم، وفالكم ان شاء الله الفول مار. فك الله اني خفت قسم بالله يا شيخ. اصبرين بحاجة. خلاص؟ اصبرين بحاجة، راس ريان راح وانت. انا خفت، انا قلت خلاص في شيء. انا اشوفه يجرب. الولد شافي. قذيف وما شاء الله.